انا معلوماتي العامة يعني ان يوم القيامة سيدنا محمد هو الوحيد اللي ممكن يشفع، طبعا او يعني مش طبعا للمؤمنين للمؤمنين طبعا ولأهل يعني. الكبائر احنا هنبقى اللي انا فاهمه يعني انه يبقى واخد بايدنا كده ومدخلنا معاه. 100% معتز طبعا، ويا رب يتحقق ده ان شاء الله، ان شاء الله لنا جميعا طبعا. وهو كده، وعشان كده اولى الناس به يوم القيامه اكثرهم صلاه عليه. ما هو يقول لك صلي على اللي يشفع فيك، اي صلي على اللي يشفع فيك مش كده؟ صلى الله عليه واله وسلم. وانت سالتني ليه بنقول واله؟ عشان هم بقى لما سالوه فقالوا له طب دي صلاه الله والملائكه عليك، ان الله وملائكته يصلون عليك، احنا نصلي عليك ازاي؟ فقال فقولوا، قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها زي التشهد اللي احنا بنقوله في الصلاة دايما، فهو اللي قال صلوا علي وعلى آلي، هو اللي قال كده. عشان كده لما بصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، واللي قال صلى الله عليه وسلم يبقى صلى عليه، بس اللي عايز يمتثل الأمر كامل هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم زي ما هو قال.